أعمل دي كده عشان اختصار من الوقت واستفادة الشباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا سعيد جدا بأن أنا معاكم يعني، وأنا أسعد مثل هذه اللقاءات، وما بيهمنيش العدد يعني، في راحلة بألف راحلة وألف راحلة براحلة، واخد بالك؟ فلذلك العدد عمره ما كان يؤثر في النوع، يعني كم عمره ما يؤثر في النوع. عندنا شخصين يعني، كنت أنا بدي أسرة زي مش أسرة، حلقة في الدار بالإنجليزي، وكنت أقعد ساعة أنتظر حد يجي، ويجي بعد ساعة شخص واحد بس، صحيني من النوم وأنا قاعد على الكنبة، أقوم فاتح الكتاب بتاع التفسير، أقول له أقعد، مسمعك، خلصنا، خلص التحدث. 9 سنين. فعمر العدد ما كان هو المؤشر على النجاح أو تقبل الدعوة. فعلى ذلك أنا سعيد جدا جدا، خاصة أفريقيا بالنسبة لي تعتبر محور هام جدا في حياتي الشخصية. نتكلم عن المجتمع المدني وحدوته كبيرة جدا. طبعا أغلب التعريفات اللي موجودة في السوق يبقى تعريفات اجتهد فيها خبراء غير مسلمين، خاصة المتداولة حاليا. واحنا ممكن نقول حاجات من رأينا وجهة نظرنا فيه. فعن كان الموضوع ماشي ببساطة، يعني ايه مجتمع؟ مجتمع الناس مجتمعين في مكان ما، مختلفين، متفقين، المكان ليه ثقافة معينة، المكان ليه مناخ معين، المكان عنده إمكانات معينة، المكان الجغرافي يعني، نوعية الطيور، نوعية الحيوانات، نوعية الشجر، نوعية المناخ، دي بتكون مجتمع كلها بمنتهى البساطة. ده مجتمع، سواء كان في الصحراء بيتميز بأشياء، في الجبال بيتميز بأشياء، في الوديان والصخور بيتميز بأشياء أخرى، في المناطق الحارة بيتميز بأشياء، في المناطق البارده بيتميز بأشياء. فإن أردنا أن ننظر إلى المجتمع لابد أن ننظر إلى مكوناته. لا تستطيع أن تحكم أو ترعى مجتمع دون أن تخبر المكونات المجتمعية فيه. ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم، خلق قبل آدم الخلائق كلها والأرض والسماوات وكله علشان تخدم البشر اللي هيجوا يعيشوا على الأرض، على الكوكب الأرض. ربنا أهل كل هذه الأشياء لتكون هي خادمة لسيدنا آدم وأبناء سيدنا آدم اللي هو إحنا. بدون هذا وكل احنا جينا هنا مفيش حيوانات، مفيش طيور، مفيش مياه، مفيش كذا، كنا حمر. فحكمة ربنا سبحانه وتعالى بخلق كافة الخلائق والكواكب قبل خلق سيدنا آدم، علشان دول بيكونوا المكونات اللي بتخلي المجتمع البشري يعيش آلاف السنين على ظهر المعمورة. طبعا مؤسسة معناها ايه؟ في الماضي نجيب من أريتريا مثلا، مؤسسة المجتمع المدني في أريتريا أو في الصومال كانت مجرد هو شيخ القبيلة أو شيخ الحارة أو رئيس العشيرة أو شيخ الأسرة في أسرة كبيرة مثلا، أسرة كذا، ده كان مجتمع مدني. وما زال مجتمع مدني، مؤسسة المجتمع المدني كانوا بيتقابلوا تحت الشجرة، بيتقابلوا في مكان يعني منفتح على حسب ثقافة المجتمع اللي موجودة فيها. فأوعى نفتكر ان اللي بيحصل دلوقتي ما كناش احنا بنعمله في أريتريا من 500 سنه ولا من 1000 سنه، ده كنا بنعمله بس بطرق مختلفه. بس لما بيجوا يدرسوا لنا دلوقتي بيدرسوا لنا من جيبه كأن احنا جايين من كوكب اخر، ده ما ينفعش. لا، في مجتمع مدني كان موجود وليه اعراق، والى الان في بعض الاماكن لا تستطيع ان تعمل فيها دون السلطان المحلي والشيخ والمختار والوالي الى اخره وشيخ الحارة، وده دول هم مجتمع مدني. ده مهم جدا، دي مؤسسات مجتمع مدني. النقطة الثانية، هل المؤسسات الدينية جزء من المجتمع المدني؟ أنا شخصيا بقول آه. شاءوا الآخرين أن أبوا.
الاخرين بيقول لك دول ما لهمش دعوه بالمجتمع المدني، دول دينيين يعني اوف سايد بره. لا، جوامع والمساجد، المساجد يعني المساجد والكنائس ودول العباده هي جزء ركيز من المجتمع المدني. لان في الطوارئ والكوارث حاليا اول من يستجيب للطوارئ والكوارث في المجتمع هي المؤسسات الدينيه. اللي انا بقول عليها دي مؤسسات مجتمع مدني. لا تهمش ولا تركن على ايه؟ الجانب يقول بس هم ايه؟ دول بتوع قال الله وقال الرسول ما لهمش دعوه بحاجه. لا، هم مواطنين مدنيين لهم حقوق المواطنه ولهم كل الكفاءات اللي احنا ممكن نتمتع بيها. فاوعى حد يقول لكم في يوم من الايام ان المسجد والكنيسه مش مؤسسات مجتمع مدني. كذلك الاحزاب، كذلك النقابات، وكل هذه كل المكونات المجتمعيه غير العسكريه وغير الامنيه هي مؤسسات مجتمع مدني. كلها، لان العسكري ورجل الشرطه او البوليس رجل الامن هم بيحموا المجتمع. وان كانوا هم مواطنين لهم حقوق المواطنين المدنيين. لكن وظيفتهم، وظيفة مؤسساتهم غير مدنية. إما عسكرية وإما أمنية. فالعسكرية بتحمي الوطن من الخارج، والأمنية بتحمي المواطن من الداخل. فهم أيضا لهم حقوق المواطنة والوطنية الوطنية المدنية، لكن وظيفتهم ليست وظيفة مدنية زي ما احنا. فذلك صعب جدا أما يترأس عسكري أو ضابط مؤسسة مجتمع مدني، لأن هو تربى على ثقافة إدارة مختلفة. العسكر ثقافة فوقية آمرة، يعني صعب إنك تقول لقائد عسكري في الحرب أو على الحدود لا. بيبقى في إيه؟ في فيلد مارشال على طول، بيبقى محكمة عسكرية. وكذلك الأمني برضك نفس الثقافة، فلذلك إحنا بنقول إحنا بنحتاجهم كحامي للمجتمع المدني. وحامل الوطن من الداخل او الخارج، لكن كمؤسسات مجتمع مدني هم مش مؤسسات مجتمع مدني. كل من ليس عسكري وليس امني هو يعتبر من المجتمع المدني، وان كان كل فرد في المؤسسات العسكريه والمؤسسات الامنيه لهم حقوق المدنيه. واضحه النقطه دي في الاول؟ ننتقل على اللي بعد كده عشان نوقف دي كده. بص انت بقى خليك معايا.